مرحبا، يعطيك العافية. حبيت أنا أستكمل أعطي محاضرة ثانية رقم 14 في نفس الموضوع عشان أظل مستكمل في هذا الموضوع. إذا آخر مرة إحنا حكينا اللي هو الكرونيكر دلتا اللي هي دلتا ام ان تأخذ قيمتين، يا إما صفر أو واحد. إذا ام تساوي ان فهي واحد، وإذا ام لا تساوي ان فهي تساوي ايش؟ زيرو. بدك تحفظ هذا 32، هاي المعادلة هاي كثير راح تمر معنا وراح نستخدمها بالكم بشكل كبير جدا. إذا إيش دلتا بساي إم بساي إن؟ بتكون قيمتين، يا إما صفر إذا هذا الـ N لا يساوي إم، وإذا كان إيش الـ N يساوي إم فهي إيش تساوي واحد. الفلسفة في هذا الموضوع إنه إذا كان هنالك functions two functions وكان في مشتركات بشيء ما، فإن قيمة هذا التكامل يساوي واحد، وإذا كان ما في اشتراك بيناتهم فهي تساوي إيش؟ صفر. يعني بساي 1 بساي 2 تساوي صفر، بساي 1 بساي 1 تساوي واحد. طيب طبعا هذا الأمور أهم شيء إنك تحفظ هاي المعادلة وهاي القيمة، وإنك هاي اسمها دلتا، اسمها كرونيكر دلتا. في كمان دلتا ثاني في المستقبل راح تيجي اسمها دلتا ديراك، فبدناش نخربط بين هاي الدلتا ودلتا ايش ديراك. طبعا هذا الموضوع الرابع اللي مكتوب هون بالاربعه، يعني بتقدر تقراه عادي، بتقدر يعني في المستقبل راح ناخذ على الفورير سيريز والفورير تريك كله هذا بشكل عام، لكن انا بهمني ايش بساي ان اكس تي. طبعا احنا بتتذكروا مره حكينا البساي للاكس تي بقدر انا افصلها بساي للاكس ضرب ساي للتي، وهون فعلنا نفس الشيء. ساي ان الاكس هيها قيمتها لحد هون هاي لحالها، لكن بساي للتي هي مضروبه فيها اللي اكسبوننشال ماينس اي اتش بار، صح؟ اي على اتش بار في اي تي. اذا بتتذكروا زمان احنا اخذناها، هسه بذكرك فيها معادله سابقه هون اوريك اياها اخذناها. طبعا هذا كله متابعه شباب، بدك انت ايش معادلات هاي حتى ايوه هي بالضبط ساي ان الاكس اللي هي معادله 2.18. طلع كيف عملناها بساي ان للاكس ضرب الاكسبوننشال الماينس اي ان تي على اتش بار. نفس الموضوع هذا بدي استخدمه للمعادله هاي، هاي اوجدناها قبل شوي نورمالايز، ضربها في الاكسبوننشال ايش بهذا، والاي ان كمان موجوده صح؟ هاي اللي هي ان اللي بوريك اياها، هاي الـ EN موجودة عندنا صح الرقم هذا. فبالتالي ايش يصير عندنا بساي اكس للتي، هاي القيمة اللي وجدناها قبل شوي نورمالايز، هاي بساي الاكس لحالها في الاكسبوننشال ماينس ان تربيع باي تربيع، طلع ايش اتش بار تربيع، وانما اتش ليش اختصرنا الاتش مع الاتش اللي موجود تحت على 2 ام اي تي. فهاي صار عندك فول فانكشن، بساي فانكشن كاملة مع سبيس تايم، يعني مع المسافة. طبعا هون احنا كله ببعد واحد الاكس صح، فحصلنا عليها بهذه الطريقة وبهذه الصورة. طبعا صراحة واحد بيجي بيقول طب بساي شو هي قيمتها لحالها بدون بساي ان؟ هون بندخل السي ان وبناخذ المجموع، بدل ايش بدل ما ناخذ يعني قيمة بهذه الطريقة وبهذا الشكل، بدنا ناخذ اللي هي سي ان وسي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة وسي اربعة وسي خمسة، هذا كوفيشنت يعني ثابت موجود هون، فبنقدر نحصل عليه ونحصل بالطريقة التالية. هذا المثال المهم اللي بدي اعطيك اياه اليوم، اللي بدي اياك ايش تعرف تحل نوعية هذه الامثلة. اول شغلة افرض انه ساي للاكس زيرو معطاه معك بهذه الطريقة، سي ان كوفيشنت هاي شو يعني؟ هاي السميشن، هاي بتتذكروا سي واحد بساي واحد صح؟ الاكس زائد سي اثنين بساي اثنين للاكس وهكذا، يعني هاي قيم اللي هي بساي اكس للزيرو. طبعا هون الزيرو شو يعني مقصود فيها؟ تايم يساوي زيرو، فهون مش راح يدخل عندنا ايش اطلاقا اي شيء يتعلق في التايم، بس راح يطلع لنا بساي ان لمين؟ للاكس فقط. الآن السي ان طلع كيف نوجدها، اللي هي جذر التربيع الى 2 على اي اللي هي نورماليزيشن كونديشن تبعنا، فمن صفر ل اي للساين ان باي اكس على اي في بساي اكس للزيرو. اذا قدرت تعرف هاي صح
وين بتعوض هاي؟ بتعوضها في المعادلة هاي اليوم، وانت بتكون حصلت على مين؟ على ساي اكس للتي. طلع كيف؟ مثلا هاي مثال، بدنا ناخذ هذا المثال بسيط. ساي اكس للزيرو معطيك اياه اي اكس، اي ماينس اكس، وهي الاكس بتتحول من وين او بتتغير من صفر لمين؟ للاي. صح؟ شو اللي بده المطلوب؟ فايند، طلع فايند اكس للتي. يعني هلا هاي معنا اكس للزيرو، ها شو بدنا نوجد؟ اكس للتي، يعني بدك تحط محل الزيرو هون ايش تي. كيف بنحل؟ اول اشي بدك توجد الاي هاي. كيف بوجد الاي؟ بربع هذا كله اي تربيع فيه الاكس تربيع فيه ماينس اكس تربيع، بكامله من صفر للاي وبساوي بالواحد، كله نفس الاشي. هاي سويناها بهذه الطريقة اول خطوة. طبعا واحد تساوي هذا الاي تربيع في الاكس تربيع اي ماينس اكس تربيع. طبعا بتحل هذا التكامل بيطلع معك بهذه الطريقة، بيطلع اي تساوي جذر 30 على اي 5. هي طلعنا مين؟ اي. هسه بطلع سي ان. طبعا دائما يعني خطوات معروفة، اول شيء بتطلع النورماليزيشن، ها بعدين بتطلع سي ان. سي ان على اي قانون؟ هيا وتحط قيمة الايش بساي اكس للزيرو هيها هون بقيمة A جاهزة، هيها قيمة A جاهزة هي طلعناها هون، بتيجي بتربطها بهذه الطريقة سي ان، طلع ساين جذر هي A بالإكس A ماينس X دي إكس. هذا بدك تعمل له تكامل. هذا التكامل شوي صعب، بدك هي تطلع قصته مش سهلة. افرض انه انت طلعت التكامل حصلت عليه وحصلت على الرقم التالي، تيجي بتقول بصاير الـ XT، صح خلاص طلعتها صح، تساوي هذا الرقم صح. طبعا هذا كله داخل في الموضوع هذا في summation. هي summation هي تطلع ارجع بصاير XT summation. طبعا CN خلص صار جاهزة عندك وكل هاي الأمور موجودة، وهذا ايش ثابت عندك، هذا دائما ما بتغير، هاي المنطقة هاي ما بتتغير. هلا بتشوفها هون، هاي شفت نفسها موجودة، بس اللهم ساين باي اكس على اي نفسها ما بتتغير. في طبعا هاي اثنين على باي ايش، منين طلعناها؟ طبعا جذر 30 على اي اللي هي اخذناها من وين؟ من هون اللي هي اي. طبعا صار في اختصارات عندنا في الموضوع بعد ما طلعنا سي ان واخذنا ايش الرقم هذا، فصارت اختصارات، ضل عندنا 2 على باي اي قوه، فحصلنا على ايش ساي اكس تي. فاذا انا بدي اجيب لك مثال في المستقبل، ها اذا بدي اجيب لك انا مثال في المستقبل شو بقول لك؟ كالتالي، بعطيك ساي اكس للزيرو قيمتها واي مجهوله، فبقول لك اوجد لي بساي اكس للتي. اول شغله شو بتعمل؟ توجد اي، رقم واحد. اثنين توجد سي ان، وين قانونها سي ان؟ هيا هاي ايش اللي هي بساي اكس زيرو، هيا شوف هاي قانونها سي ان. اذا اول شيء بتوجد اي، بعدين بتستخدم معادلة 2.37 بتوجد سي ان. بعد ما توجد السي ان في المعادلة 2.37 بتعوض قيمتها وين؟ هيا هون في المعادلة 2.36. تكون انتهيت من الحل. اذا كم خطوة؟ الخطوة الأولى بتطلع A، الخطوة الثانية بتطلع CN على هذه المعادلة، والخطوة الثالثة بتستخدم معادلة 2.36، بتكون أنت حليت السؤال كامل مكمل، وبتعوض قيمة CN هون، وإذا في اختصارات عندك بتختصرها من إلى. فطبعا هذا إيش بالنسبة لمين؟ ده السؤال المهم، الأمثلة اللي أنا بحبها هاي الأمثلة. بعطيك انا اعتقد انه راح اعطيك ايش مثال بسيط انك تطلع تكامل وبسيط، يعني مش زي هذا صح، لانه هذا تكامل وتطلع كيف لما تيجي تطلع تكامل شوي بخربطك صح. اعطيك تكامل يعني قريب منه بس ابسط من هذا، انك كيف تطلع ايه، ولما يطلع عندك تكامل زي هيك كمان انه يطلع ايش كمان التكامل هذا ابسط من هيك، بحيث انك تطلع سي ان قيمتها مثلا زي هيك مثلا أو زي هيك صح؟ إذا كان عندنا إن أود إن إيفن، هذا طبعا الرياضيات كلها
بيعتمد على الـ n، هل هي odd؟ شو يعني؟ هل هي رقم عدد فردي ولا زوجي؟ بتعرفوا ساين الباي مش زي ساين 2 باي، مش زي ساين 3 باي. 3 باي على 2 مثلا، صح؟ أو 2 باي على 2، أو 4 باي على 2، أو 5 باي على 2. 5 باي على 2 يعني كأنه بدي ساين الباي، صح؟ على 2. ساين الباي على 2 قديش تساوي؟ ساين 90 واحد. لكن ساين مثلا 5 باي على مثلا على 5، صح؟ على رقم 5، صح؟ 5 يعني بيطلع قديش ساين الباي؟ بتساوي صفر. بالتالي الاد والايفن مختلف. إذا كانت ان تساوي ايفن على السريع يساوي الزيرو، لكن إذا كانت ان تساوي اود، حل التكامل هذا كله، شوف كل السي ان هذا كله ايش بيطلع؟ 8 في جذر 15 على 1 على ان باي تكي. منين طلعنا هذه العملية؟ طلعناها من هنا. شوف هي لما تيجي تحل هذا التكامل، فبدك تتعلم على التكاملات هاي البسيطة الرياضيات، تصير ايش؟ تصير عندك مهارات رياضية. صارت عندك مهارات رياضية فتقدر تحل أي سؤال أيا كان. واضح؟ طيب في عندي مثال هون زيه، خليني أعطيك إياه. طيب هاي مثلا، حاولوا تحلوا فيه، اللي هو 2 5 بارتكل، هي موجودة والبساي الاكس 0 تساوي فيه لنا قيمتين اي بساي 1 وبساي 2، صح؟ الآن ايش بده؟ بده نورماليز بساي الاكس 0. هذا سؤال مهم، طلع اي موجودة بين التنتين، حاول فيه. طبعا حله موجود، اثنين بدي بساي الاكس تي اند بساي، البقية بدي فيها بس بدي اي وبي. واضح بهذا السؤال اللي هو 2 5. خليه معكم ايش؟ واجب. وهذا الواجب انا راح احط عليه ايش اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.